اخيرا اخيرا استفرست بالبازار لوحدك يا رمزي. انا الامر المستامر المستني في البازار. ايوه جاي. احلى حاجه واحلى طلب لرمزي باشا، لا كدب ولا فشخره يا رمزي باشا من مش هنزرع. احلى اربعكو كتير عدم لمؤاخذه يعني. شكرا. اكتب الحساب اللي عندك. حساب ايه يا بدو؟ في ايه يا عم؟ اسجلهم على حساب البازار. لا لا لا، ده انت واخد 15 واحد كوكتيل لغايه دلوقتي. وايه يعني يا بدو؟ انت هتنق عليا يا عم؟ وخد كمان يا عم 15 جنيه بقشيش. الله لا لا، ده انت بعد عليك هتخربها يا رمزي باشا. سلام عليك. سلام يا بدوي، وبلغيني على طول. ما تاخرش عليا. عينيا. ياه يا حلاوتك يا ابو الرماميز. يا ترى بقى ابتدي بانهي الاول؟ بدي الاول ولا بدي ولا بدي ولا ايه الحيره المستديره اللي انا فيها دي؟ ابتدي بدي يا رمزي. اه صح والله، كانت تايهه عني فين. بس انا كنت هختار على فكره. متشكر قوي يا خواجه. دوله دوله حبيبي دوله، اتفضل يا دوله. الف حمد لله على السلامه. الف حمد لله على السلامه يا حاج. حاج ايه بقى؟ انا ما حجتش. انا اتنصب عليا يا ده رمزي، اتنصب عليا وما سافرتش. اللي اسمه مسافر ده طلع نصاب يالا. اداني تذكره مستعمله واداني تاشيره مضروبه. ايه يا دوله، تذكره مستعمله ايه يا عم؟ واحنا من امتى اصلا بنستخدم التذاكر؟ احنا على طول بنزوج يا دوله من اللي بيلم الاجره. يالا اجره ايه يالا؟ هو احنا راكبين ميكروباص؟ دي طياره يالا، طياره. طيب يا دوله، مش الطياره دي يعني يا عم ليها بابين؟ اه ليها بابين. خلاص يا دوله، كنت انت بقى تستخبى في الباب الثاني عقبال ما الكمساري يطلع من الباب الاولاني ويقوم مزوغ كده وتقوم نازل بقى في محطتك. انط من الطياره يالا؟ يالا هي طياره 30 بشرطه يالا، طياره ليها نظام يالا. انما رمزي بعيد عنه. اتنصب عليا يالا، اتنصب عليا. طب وانت جاي بتنهج ليه كده يا دوله؟ جاي من المطار ماشي يا سيدي، معيش فلوس. انا طب ليه يا دوله؟ معكش فلوس ازاي يعني؟ خالص معكش فلوس خالص؟ ايوه معيش غير ريالات. طيب يا دوله، ما انت معاك اهو، كنت تدفع ريالين يا دوله، او الاجره كمان ب40 قرش يعني، عادي جدا. بص مش ناقصه غباوه خالص، كفايه اللي حصل لي النهارده، كفايه انه اتنصب عليا. هروح البيت ازاي؟ طيب بص يا دوله، لا انت تروح، لازم انت تروح عشان تاخد دش كده من الحج. يا حج يا حج. يا غبي يا غبي، ما حجتش. نصب عليا، وبعدين ما ينفعش اروح لهم البيت وانا كده اهو، كلهم مستنيين ان انا راجع لهم من الحج وبدعي لهم واخد لست الدعاء قد كده. هرجع اقول لهم ايه؟ لاهلي ولا الناس اللي في الشارع ولا جيراننا ولا الناس اللي هنا في البازارات؟ هقول لهم ايه؟ هقول لهم ايه؟ اه صح يا دوله، ده انت في ورطه. طب وهتعمل ايه بقى يا صاحبي؟ مفيش بقى غير ان انا ايه، اقعد العشر ايام بتوع الحج هنا هو في المخزن بتاع البازار. بعد ما يخلصوا العشر ايام ارجع لهم كاني راجع من الحج بقى. يعني ما هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ صح يا دوله، فكره حلوه قوي. بس ما تنسانيش بقى يا عم، بعد العشر ايام دولت وانت راجع من الحج ان شاء الله تجيب لي المصليه والسبحه بتاعتي يا حاج. يالا ما حجتش يالا، اتنصب عليا يالا، اتنصب عليا يا خبي. يا نهار ابيض، جه اليوم اللي انا اترمي فيه في المخزن بتاع البازار مع الكراكيب ومع الزباله بتاعتك دي. يا دوله، الكل ظالم بدايه. اه والكل فارش ملايه. انت ايه، شمتان فيا ولا ايه يا رمزي؟ لا يا دوله لا والله، ده انا بحبك يا دوله يا حبيبي. ده انا يكفيني فخريا ان بير اسرارك. انت بير حرماني يا ابني. انت سرداب مظلم ملوش نهايه. سنجاب؟ ايه سنجاب دي؟ لا بقول لك ايه، شتيمه. لا يا دوله، بدل ما اسيب البازار وتتصرف لوحدك يا حاج. لا 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 لا، انا مش قاصد خالص يعني. سنجاب؟ لا انا اسف، انا اسف يا رمزي، يا حيوان يا حبيبي يعني. اه اتعدل كده. ايوه حاضر، اتعدل يا جزمه يا جديده بتلمع لميع يعني، يا كلب بوليسي. اه ايوه كده، خلاص انا سامحتك. خلاص يا دول، بس هتشتم تاني وتقول سنجاب دي تاني؟ لا مش هعديها لك يا رمزي. ايه ده سلام يالا؟ بقول لك ايه، اطلع لها بسرعه بدل ما تيجي نوع المخزن، اطلع بسرعه. حاضر حاضر يا دول، ما تخافش. حاضر. انت يا زفت يا مقرف يا اللي اسمك رمزي. رمزي. ايوه سناء. كنت فين؟ كنت فين؟ كنت فين؟ كنت فين؟ كنت بشوف التماثيل بس متربة، ولا لا قدر الله التراب راح من عليها. خلاص ما تحكيليش قصة حياتك، أنا ما بحبش أجي البازار عشان كده. يلا اجري، هات الدفاتر والإيصالات كلها بتاع السنة فاتت عشان أعرف عادل كسب قد إيه والإيرادة قد إيه. حاضر يا سناء، أنا ممكن أروح أسأل بس دولة؟ يخرب بيتك، رايح فين؟ هتفضحنا. استنى، رايح فين؟ رايح فين؟
بقول لك مسافر مسافر. ايه مش فاهمه؟ مسافر صح مسافر صح مسافر بعيد. طياره طياره فوق. اه طياره طياره تحت. هزر هزر وغني بقى. ده عادل لسه مكلمني من 10 دقايق قال لي اجري على البازار روح شوف الايراد وشوف الشغل ماشي ازاي. يا شيخ انا سمعت كل الناس اللي واقفه حواليه وهو عمال يقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. يا رب وعدني يا رب زيك يا عادل. امين يا اختي امين. كدابه والله العظيم كدابه. ماشي يا سناء عايزه تسرقيني. ايدك على اراضي النهارده. حاضر يا سناء اتفضلي. ده اراضي النهارده؟ ما لا ولا لا. لا هو اراضي النهارده بس هما بقى ناقصين 45 جنيه حساب الكوكتيل. كوكتيل ايه بقى؟ كوكتيل يا ستي كندوله شاربهم كده هم ب 45 جنيه كوكتيل وما حاسبش عليهم من السنه اللي فاتت. كذاب والله العظيم كذاب. ماشي يا رمزي بتسرقني. ماشي يا رمزي. انا همشي دلوقتي وهاجي بكره عشان اخد الايراد واتابع الشغل زي ما عادل قال لي في التليفون. حاضر يا سناء مع الف سلامه. يا نقنق يا حبيبه قلبي يا حبيبه قلبي. ايه 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 نقنق وحبيبه قلبي؟ هو انت هتستفرد بيا عشان انا وانت لوحدنا في البازار وعشان اخويا غايب فاكرني سهله ولا ايه؟ انا اسف يا نقنق. بفتكر. انا اسف. بحسب. انا شربت ب 45 جنيه كوكتيل يا كذاب. طب ما انت كمان كذاب. انا كذاب؟ كذبت في ايه يا اخويا؟ ايوه قلت لها انا بكلمك من السعوديه بقالي 10 دقايق صح؟ يا غبي يا غبي افهم. انا اساسا كنت متهبب قاعد في المخزن هنا اكلمها ازاي من السعوديه من 10 دقايق؟ بتضحك عليك يا اهبل. صح يا دوله صح. بس تصدق الا والله فكره انا ممكن اكلمها فعلا واعمل نفسي ان انا في السعوديه عشان اثبت الوضع برضه. 100 100 يا دول. بس انا عايزك بقى تعمل ايه الصوت يعني كان ايه الحجاج مثلا حوالين الكعبه كده. ما تقلقش يا دول انا كنت بتفرج عليهم في كل الافلام. يعني عارف هتعمل ايه؟ عارف يا دوله. ماشي ماشي. نحن غرباء عك عك جئنا من الباديه. بديتي يخرب بيتك ايام الكفار يا هبل. ايام الكفار. مش طالب مش طالب. دول افلام كده دول. بس يا سنجاب. لا يا دول لا 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 يا دول. يا سنجاب لا لا يا سنجاب لا يا دول لا. اطلع بره اطلع بره اطلع بره سيبنا ريح شويه يا سنجاب. لا لا يلا بره بره. لا سنجاب لا. ماشي ماشي بقى. تعال اخوك تعال. انت جايب قرايبك هنا ولا ايه؟ لا دول قرايب ايه يا عم ده خروف. ما انا عارف انه خروف جايبه هنا تهبب بيه. يا دوله بقى كل سنه وانت طيب. العيد قرب يجي والناس كلها هتذبح في العيد يا دوله بقى. وانت شاري ده يعني من فلوسك عشان تضحي بيه؟ لا يا دوله شاري ايه يا دوله؟ انا معايا فلوس يا عم اشتري. يا عم ده المعلم تيتي هو اللي قال لي خلي الخروف ده وانا عندك في البازار. خد يا حبيبي وبعدين بعد كده انا هبقى اديك الفروه بتاعته. المعلم تيتي؟ ولا انت بتستهبل يالا؟ جايب لي خروف ان هو يقعد معايا في المخزن وبعدين مع البازار بتاعنا يعني ولا البازار بتاعك؟ ولا خد الخروف ده واطلع بره يالا. دوله بقول لك شفت زعلته مني اهو. لو الخروف ده مشي انا همشي. يعني ما اقصدش ان هو يمشي يعني بس يعني معقوله خروف هيبيت معايا هنا يعني رمزي ولا ايه يعني؟ ايوه دوله هي بص مساله بقى دي المساله دي مساله مبتدا. مبتدا صح. انا كده اللي روحت في خبر كان. ماشي ماشي يا رمزي. ها نمشي ولا نقعد ولا ايه؟ لا خليه اهو برضو ارحم منك يقعد معايا هنا في المخزن احسن ما انت تيجي تقعد هنا في المخزن. بس اربطه له والنبي عشان ما يقعدش يتنطط في المخزن طول اليوم. يتنطط براحته. ها جايين لك اهو يا خوخ. ايه دول يالا اللي انت جايبهم دول تاني؟ يا دوله دول خروف ومعزه يا دوله بتوع المعلم تمثال هيذبحهم. والمعلم تمثال بقى وعدك بايه بقى المره دي؟ هيديك قرونهم؟ لا يا دوله انا القرون دي ما بتستهونيش يعني. طبعا انت عندك قرون جاهزه اهي. ها؟ تحب امشي؟ تحب امشي؟ انا بقول يعني على اساس معقوله يبقى الخفه. نو ايوه بس نو كتير يعني نو. انت عارف اصلا نو يعني ايه؟ ايوه يعني اياك يالا رمزي اوعى. منك الله يا رمزي على جنينة الحيوانات اللي انت جايبها دي. ناقصي تاني.
تعالى خش حبيب قلبي. حبيبي ادوله لعلمك انا مش مستغرب ان انت داخل عليا بحمار بجد يعني، بس انا عايز اسالك سؤال واحد بس يا رمزي. امر يا دوله. اللي اداك الحمار عشان تشيله عندنا في المخزن وعدك بايه بعد ما يذبح؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الباب ليه بيخبط بالطريقه الفظيعه دي؟ يا ربي مش مقبول، مش وقته ابدا يوم، احنا قاعدين في روقانات والصح. ده منزل عادل سعيد؟ ايوه. خير خير. في حضره الظابط؟ هو فين؟ في السعوديه بيحج عقبال املتك واملتي. بيحج ازاي؟ اذا كان معرفش يطلع من المطار. ايه؟ ازاي معرفش يطلع من المطار وهو مسافر بقاله 10 ايام؟ عادل اتنصب عليه. واحنا قبضنا على المعلم مسافر النصاب. وعموما عادل لازم يجي علشان يستلم الفلوس. حاضر يا حد الظابط، لما عادل يجي ان شاء الله هنبقى نبعتولك. طيب تبعتوه على طول. حاضر يلا بينا. مع السلامه. مع السلامه. يا رب. يعني عادل ما سافرش؟ هم راح فين؟ راح فين حبيبي ده؟ راح فين؟ ها رمزي حضرت الشنطه؟ دوله كل حاجه اللي انت طلبتها هنا هون في الشنطه يا دوله. جدع يا جهزت الميكروباص؟ يا دوله جاهز. بالنسبه للاعلام عملت فيها ايه؟ جبت لك يا عم اعلام بيضه وحمراء علشان ما نزعلش حد مننا. ماشي انا هتكل على الله دلوقتي اروح على البيت وبعدين ارجع. حاسبك يا رمزي. اصبر اصبر. ماشي يا دوله هوصلك يعني الميكروباص. بقول لك ايه يا دوله، ايه رايك يعني بدل ما تركب الميكروباص ما تاخد الحمار احسن تركبه؟ اخد الحمار يا حمار؟ الحمار ده يهبل لو انا طالع حج بر يا غبي. سامع انت الصوت ده؟ يا دولة ده صوت طيارة. أيوة ما هي دي اللي أنا جاي فيها. طب وانت وصلت ولا لسه يا دولة؟ بص ما تبوظليش الحجة. ماشي يا دولة. ماشي. ألف مبروك يا حاج. ياه بجد مش عارف أقول لكم إيه، مش عارف أقول لكم إيه. الحمد لله الحمد لله إن ربنا أخيرا كتبها لي. الحمد لله. لا وانت إيه؟ تستاهلها. يا سناء الوحيده اللي تمنيت انها تكون موجوده معايا هناك كنت انت يا سناء. اشمعنى؟ ادعي بس يكون ربنا غفر لك. لا ان شاء الله يا ماما. ان شاء الله يعني باذن الله يكون غفر لي ان شاء الله. الحمد لله. بيبي يعني. بيبي عايزاك تحكي لي عن المواقف كده الروحانيه اللي هي سنسيتيف، اللي هي اللي انت كنت مريت بيها هناك في الايه، في اللحظات الحرجه اللي كنت فيها في الحج. تعرف جسمي اشعر بمجرد ان انا افتكرت يعني لدرجه ان انا مش فاكر اي حاجه من اللي حصلت. وانا كومون تو دي سا شيري، ده كل الناس اللي بيروحوا في الحتت الروحانيات دي هي لا يمكن يعملوا اي نسيان. اهو نسيت بقى انا وخلاص يا حماتي. يعني هعمل ايه؟ خدي ياسمين خدي الهديه الجميله دي اللي جابها لك. ايه ده يا بابا؟ دي طاقه جده. لا يا حبيبتي دي مش عارف جبتها بقى وخلاص. خدي يا ماما. ايه ده دي ميه زمزم اللي انا قلت لك عليها؟ مش عارف. لا اكيد طبعا مش زمزم، دي بتبقى بيضه. الميه التانيه دي مش خدي يا رانيا العبايه اللي انا قلت لك اهي اجيبها لك اهي. لا 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 ايه ده يا عادل؟ ايه ده يا حبيبتي؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب الحاجات دي عندي في الشنطه؟ يا جماعه انا اكيد الشنطه بتاعتي اتلخبطت وانا في البازار. ايه؟ وانا في المطار اكيد اتلخبطت. يخرب بيتك يا رب. يا عادل بطل لف ودوران واستعباط، احسن منك وبيفهم اكتر منك وبيتنصب عليه عادي، ليه مكسوف تعترف؟ يبقى اكيد رمزي فتن عليا. البوليس مسك النصاب. البوليس هو اللي فتن عليا. ماشي يا بوليس ماشي. بص يا جماعة البوليس هو مدام هو اللي قال يعني ممكن يكون لقى الفلوس مثلا مع النصاب. أيوة وهو عايزك تروح عشان تستلمها. البوليس قال استلم الفلوس؟ أيوة. طب الحمد لله هروح بقى للبوليس. عادل هتروح كده؟ لا لازم أفك الإحرام الأول وبعدين أروح للبوليس. ده ظهوره بالنيو لوك، أي كلام بيكتبوه خلاص. إيه علاقة النيو لوك بالمبيعات يعني؟ صح. دولة هو يعني ايه اللي هو النيو لوك ده؟ نيو لوك اسمه نيو لوك. نيو ايه يا دي؟ انت مش طالع من اعدادي يا دي وكنت عارف انجليزي يا دي؟ ما ايوه دولة، ما انا طالع من اعدادي بسبب الانجليزي ده. ليه يا ابني؟ ده الانجليزي ده سهل جدا. فيري ايزي. لا يا دولة اصل انا المادة الوحيدة اللي ما كنتش بفهمها هي الانجليزي دي. ده على اساس ان انت كنت فاهم المواد التانية. عموما نيو لوك مفسرة نفسها. نيو يعني ايه؟ نيو يعني شباك. شباك؟ اي هيصه جاي فيها نيو. يلا نيو يعني مثلا جديد. هو نيو يعني جديد، يعني لما بلاقي واحد راجل مثلا لابس حاجه جديده بقول ايه الراجل ده لابس جديد في جديد، يعني لابس نيو في نيو.
يا دولا صح، ترين وانا بروح اشتري لمبة جديدة من عند الكهربائي بقول له لو سمحت عايز لمبة نيون. نيو؟ لمبة نيون يعني جديدة قوي، يلا لانج يعني. امال الشباك يعني ايه دولا؟ انا نسيت. اللي هو الشباك اللي هو دور اللي هو مثلا ما اقول لك اوبن ذا دور يعني اقفل الشباك كده يعني. يا دولا عليك يا سلام يا والله يا دولا، ده انا من غيرك ما سواش حاجة. وبيا ما تسواش حاجة برضو يا رمزي يعني. طب يا دولا بقى اللي هو اللوك يعني ايه؟ اللوك اللي هو اما باجي اقول لك مثلا بص على حاجه بقول لك لوك 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 لوك. لوك 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 اللي هو الكلام الكتير وصداع. لوك كلامي يا غبي اللي هو توك 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 اللي هو الكتير بقى توك 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 اللي هو بيمشي في الشارع ده بيتكلم. اللي بيمشي في الشارع بيتكلم؟ لا يا دولا. طب امال ايه؟ اي كلام جاي فيه وخلاص، ولا انا مش عايز اي توك توك معايا، اطلع على المخزن عايزك تلوك لوك عليه وعايزك تنضفه وتخليه نيو نيون بيلمع. يلا دول ما نعمل يلا جو جو ما دول لسه نو ما نو. طب انا عايز ال طب انا هنا ام يا دولا. طب ان يا دولا لو سمحت. ها خلصت الانجليزي؟ يلا على هناك. ماشي حته حته. مرنا استاذ عادل تحت امرك. يا حته انا طالب شاي قبل الراجل ده، انت دي تاني كوبايه بتنزلها له وبعدين يعني. وانا كمان يا دولا ما حدش نزل لي حاجه. انت طلبت حاجه؟ لا استاذ عادل بعد اذنك بقى يعني سيبنا نشوف السبوبه. يا سلام، هو يعني الراجل ده بيدفع فلوس وانا بدفع طوب يعني ولا ايه؟ لا بتدفع بس لما مؤاخذه يعني كل برغوت وعلى قد دمه. الله 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 الله، بقينا برغيت كمان. يا نهار اسوح، فين ايام ما كنت بس ايه تتمنى الرضا نرضى. يا دولا دي قله الاصل على السيف. وعلى السكينه بطيخ. وياما دقت على الراس كفوف. وياما دقت على الافوف كفوف. الله الله الله، انتوا هتلونوا عليا انتوا الاثنين بقى ولا ايه؟ وهنلون عليك ليه وانت سبوره؟ دولا اروح اجيب البشاوره يا دولا. اجيب البشاوره عشان نمسح له بقى بيها ملامح وشه. بس كده يا دولا السبوره هتتمسح ومش هنعرف ندفع. بص بص بقى رمزي، انا يعني ساكت عشان استاذ عادل قاعد بس، انما لو كنت لوحدك كنت وريتك. ايه هتعمل له ايه؟ حته ما تخلينيش اغضب عليك، اقوم اقطعك ل 100 حته. يا دولا والنبي، ونحط بقى كل حته في حته. بس بقى اسيب لي حته. كده كده ماشي. طب انتوا بقى الاثنين زباين كحيتي، واخركوا اتنين شاي وما تدفعوش اصلا غير الحساب وما تدفعوش بقشيش. يا سلام، اخرنا اتنين شاي ليه؟ احنا امبارح طالبين ثلاثة شاي. ثلاثة شاي بعد ما كسرتوا الثانيه، وانا اللي دفعت ثمن الكوبايه اللي اتكسر. يا حته يا حته لحظه. ايوه باشا، الراجل اللي بيننا بقى ده استاذ عادل بيدفع بقشيش 5 جنيه. ايه يا حته؟ 5 جنيه ليه يعني؟ بيشتغل ايه يعني الراجل ده؟ عنده محل زيك، ولما مؤاخذه يعني كان فقران زيك، بس ربنا بقى كرمه وبقى عنده 5 محلات وكل ده في سنه واحده. اكيد يعني شغال في الممنوع ولا حاجه؟ لا بصراحه الراجل ماشي في السليم قوي. في السليم وعمل الفلوس دي في سنه ازاي يعني؟ يعني ظبط نفسه بقى كده وراح مطور شغله، وراح جايب واحده عملت له حاجه كده اسمها نيو لوك، دي بقى اللي ظبطت له كل الشغل. نيو لوك؟ طب بقول لك يا حته، يعني انت عارف انت صاحبنا وقد ايه انا بحبك، يعني ما تعرفش تجيب لي التليفون بتاع الست اللي بتعمل النيو لوك دي؟ عينيا يا برنس، انت تأمرني بس اشوف شغل بقى الله يكرمك. الباشا امرني. اتفضل. اهلا 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 وسهلا حضرتك، معاكي يعني عادل سعيد. اتفضلي. انا اللي بعت لك اللي هو بتاع كلمني. شكرا يعني حضرتك، انا عندي بازار كبير جدا. غير كده حضرتك، انا بكتب شعر، ممكن حضرتك تلاقي مثلا الكلام ده مش مهم بالنسبه اللي احنا عايزين نعمله، بس انا قلت اقوله يعني وخلاص. اهلا وسهلا، انا ناني الورداني ستايلست. ستايلست؟ حضرتك انا عارف طبعا، يعني ان انا خدت نمرتك كمان من حته. حته ده يعني حضرتك مش اهواجي ولا حاجه؟ لا حته مكان يعني. بس اللي انت ما تعرفوش ان انا ليا اكتر من طريقه للشغل، هعرفهم لك وانت تختار الطريقه اللي تحبها. اي طريقه حضرتك يعني انا معاكي. بص حضرتك، انت المسؤوله عن الحكايه دي، تقولي لي اعمل ايه بالظبط وانا ايدي لا مؤاخذه يعني هتبقى على كتفك. احنا مش هنشتغل على الانترفيس الخارجي بس، احنا هنشتغل كمان على الداخلي. انترفيس حضرتك، بصي انا غيرت الديكور بقالي فتره، يعني بقالي مثلا سنه تقريبا مغير الديكور كله. انت اخبار الانجليزي بتاعك ايه؟ الانجليزي لا يعني عارفه ما بستوعبوش قوي يعني. غريبه، انت بتشتغل في السياحه يعني كل شغلك مع الاجانب. لا حضرتك عارفه انا بفضل جدا السياحه الداخليه.
شكلك كده هتاخد مني مجهود كتير جدا، بس نو بروبلم. نو بروبلم يعني ما فيش مشكله، دي عارفها يعني. بص حضرتك انا معاكي واعملي اللي انت عايزاه، المهم انا اعمل ايه بقى؟ بص يا سيدي، نيو لوك بتاع الشخصيه بيتكون من جزئين. يعني بينزل على حتتين يعني. حتتين؟ حتتين. قشطه معلم، انا كده عرفت سكتك. بص بقى يا سيدي، الزبون يحب دايما اللي ينصب عليه. ينصب عليه ايه؟ لا لعلمك انا عمري ما حبيت حد ينصب عليا وما بسيبش حق ابدا. لا افهمني، انت دلوقتي لو واقف في البازار بتاعك ولابس قميص ثمنه 1000 جنيه ودخل لك زبون يشتري حاجه ب 2 جنيه، لو انت قلت له 10 هيدفع عشان هيكسف منك. وايه اللي يكسفه يعني الزبون؟ يعني هيشوفك برنس كده يكسف انه يفاصل معاك في جنيه ولا 2. تصدقي صح، هدي فهمتها، برافو عليك. الحاجة التانية بقى، أسلوب حياتك كله لازم يتغير، طريقة كلامك، مشيتك، قعدتك، أنت لازم كل حياتك تتغير، لازم تكيس كل الناس اللي حواليك. أكيس كل الناس بس كده يعني؟ متهيألي الأكياس هتاخد نص الميزانية يعني. مش مشكلة، هي هتجيب لك أكتر من اللي أنت دفعته بكتير. صح برضو، بس في حاجات كتيرة أنا مش عارفها، يعني طريقة الكلام، طريقة اللبس، يعني الإتيكيت وكده يعني. أمال أنا بعمل إيه؟ انت سيب لي نفسك خالص وخليك ورايا وانت مغمض، وانا هخليك زي الكتاب ما بيقول. ماشي، اهم حاجه بقى هنستلم الكتب امتى؟ يا بنتي ركزي وحلي التمرين ده اهو، وصلي هنا بهنا. يا جماعه بصراحه انا حاسه كده ان عادل قلب فجاه بقى اراجوز بعد النيو لوك اللي كله عمله ده. والله هو مطلوب النيو لوك دون، بس يعني هو هي از اوفر يعني، مش مفروض يبقى بالشكل ده. الراجل ما يعبوش الا جيبه، وبعدين ابني مخلينا مش عايزين اي حاجه، خصوصا الايام دي الحاجات جايبها بزياده قوي 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 قوي. ايوه بصراحه يا حماتي، عادل اتغير جدا، بقى واحد تاني ويهتم بالمناظر والمظاهر اكتر من اللازم، وبقى حاجه كده محبطه بصراحه. انا شخصيا معجبه جدا جدا بالنيو لوك بتاع ابي عادل. انا بحب قوي بابا عشان شكله بقى يضحكني. يا ياسمين ركزي يا ياسمين، انت بتدوري على اي حاجه تشتتك. خش يا رجاله، خش حطوا لي الكمبيوتر هنا، ويا ريت تفتح لي اللابتوب عشان اشوف في حد بعت لي ميل ولا حاجه. الموبايلات معاك؟ تمام يا ريس. هتفضل معاك عشان ترد على الناس كلها. الشنطه بتاعتي فين؟ الشنطه دي موجوده. طب كويس قوي، خد يا رجاله يلا شبرقوا نفسكم. خد ادي 100 جنيه ستايل عالي يا ريس. ادي 100 جنيه ماشي يا ريس. 100 جنيه ماشي يا ريس. ناقص عادل ده، ناقص محدث نعمه. ها اخبار الغدا ايه؟ عاملين لي غدا ايه النهارده؟ عاملين لك جمبري يا حبيبي. جمبري هايل، انا بحب الجمبري. ياسمين روح اقفل الباب بسرعه. حاضر. بسرعه. خدي ياسمين. ايه هتقفلي الباب ليه؟ انت مش سامعه ماما بتقول فيه جمبري؟ ايوه. طيب خلاص، خلي الجيران يعرفوا ان احنا عندنا جمبري وبناكل جمبري. ويا ريت كمان لو في القشر اللي فضل من الجمبري ده ترموه بره على الباب. يعرفوا ايه اذا كان ده نص كيلو جمبري وخمسة كيلو رز؟ يعرفوا ايه؟ ايوه اللي بيشم ما بيوزنش يا حماتي. ناقص. المهم الجمبري بعد حتى ما قشرتوه، حتى لو نص كيلو، طلع قش ولا ما طلعش قش؟ طلع قش. خلاص القشر ده بقى ترموه، تبدروه قدام باب السلم عشان كل الناس تعرف ان احنا واكلين جمبري يا اخواننا ستايل. وبعدين ده مش ستايل داخلي بس، ستايل داخلي وخارجي كمان. ايوه بس كده القطط هتتلم عندنا. حتى لو القطط اتلمت، القطط هتعرف ان احنا واكلين جمبري، هتقول للكلاب، الكلاب تقول للفيران، يبقى كل الكائنات الحيه عرفوا. بقول لكم عشان كده ده ستايل داخلي وخارجي، نيو لوك داخلي وخارجي وعلى السلم. ها لو سمحت انا مش عايز اعتراض كتير. بس بقى يا عادل، ده ما اسموش نيو لوك، ده اسمه قذاره. قذاره ايه؟ اما الناس يشموا ريحه الجمبري دي مش قذاره، الكلام ده لو بيشموا ريحه بتنجان، بيشموا ريحه فول مدمس، دي تبقى قذاره، دي ما اسمهاش قذاره. ولو انتوا خايفين على الريحه يعني قوي، خدي ياسمين تعالي يا حبيبتي. ازازه البارفان دي حطيها لو سمحتي على قش الجمبري، وبعدين سيبيها جنب برضو قش الجمبري. حاضر يا بابا، بس دي مليانه. بصي يا حبيبتي، انت مش فاهمه بابا قصده ايه. قصده ان الكلاب والقطط بعد ما ياكلوا الزفاره والقذاره اللي عندنا يتبرفنوا، فينزلوا الشارع الناس تعرف انهم متبرفنين من عندنا. معقول الكلاب والقطط ينزلوا وسخين؟ برافو عليك يا سنة، ابتديتي تفهميني يا بابا. البدله باشا. البدله، تعالى يا مكواجي تعالى. حسابك كام يا ابني؟ 7 جنيه يا باشا. 7 جنيه تهبل ولا ايه؟ انا ادفع 7 جنيه البدله بثمنها 4000 جنيه؟ انت بتستهبل؟ امال كام يا باشا؟
يعني خد ادي 50 جنيه اهي. ده كتير يا باشا. انا ما تقوليش انا بقى اللي كتير، قول للجيران كلها ان انا رحت للاستاذ عادل سعيد واداني 50 جنيه مكوة بدلة. حاضر يا باشا. ماشي. حاضر يا باشا، ده كتير والله، حضرتك ستايل ستايل يعني. خلاص تكل على الله. وبص يا ريت كمان تقول للجيران ان احنا النهارده دبحين جمبري والقشر كان مرمي قدام الباب. ها ده كتير يا باشا. ماشي استنى استنى استنى، هات البدله هاتها. مش تعودت عليها. يا مكواجي. ايوه باشا. خد البدله دي. ايوه باشا، خد هديه عشانك. تكل على الله. الف شكرا يا باشا. عادل 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 4000 جنيه عادل عادل. ستايل ستايل يا جماعه، انتوا ايه مش فاهمين ولا ايه؟ ايوه انا دولة. ها قربت من باب البازار ولا لسه؟ دولة. ايوه ايوه يا رمزي، انا خلاص وصلت اهو جوه البازار، بقيت جوه خلاص. خلاص انا شفتك بقى دولة خلاص. استنى استنى استنى، ما تقفلش ما تقفلش يلا التليفون، خلينا نتكلم كده. ليه يا دولة ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ عايزين نقعد نتكلم في التليفون شويه يا دولة. عايزين نوفر كهربا يا دولة. يلا كهربا ايه يلا اللي نوفرها؟ انا عايز فاتوره التليفون دي تجيلي الشهر ده مش اقل من 3000 جنيه. طب يا دولة كنت عايزك يعني في طلب كده، وانا كنت عايز عصايه اللي هي فرعونيه. الو 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 الشبكه ايه؟ تعالى كده تعالى الناحيه دي كده. الو الو. ايوه 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 الو ايوه ايوه دولة. كنت بتقول عايز ايه؟ كنت عايز منك يعني طلب كده، وانا عايز عصايه اللي هي الفرعونيه كده، علشان وانا بروح اجيب لك طلبات من الشارع العيال بقى بيشوفوني باللبس ده وانا بقى بيقعدوا يضربوني يا دولة. يعني وانا لما اجيب لك يعني العصايه دي هيمسكوا العصايه هيضربوك بيها يا غبي؟ لا يا دولة، ما انا هحطها بقى اعلقها كده وانا على صدر بجنزير. ما الجنزير ده هيربطوك في اي عمود يد ويقعدوا يضربوك بالعصايه برده يا اهبل. يا دولة انت مش عارف يا عم ان انا كنت بلعب كونغ فول. كونغ فول؟ ما انت بقى يا زكي لو كنت كملت وخليتها كونغ فول وطعميه كان زمان بقى عندك مطعم دلوقتي مكسر الدنيا. يا دولة. الو 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 الو. يا دولة. ما تفكرنيش يا عم، كنت زماني متنغنغ دلوقتي. الحمد لله انك انت مش متنغنغ. يلا بقى اقفل عشان طولنا كده. ماشي يا دولة، مع السلامه. عايز ابقى اشوفك بقى. الو 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 الو. ده الشبكه زباله. التليفونات اللي معاكوا ما رنتش ليه لغايه دلوقتي يا فنديه؟ وانا اعمل ايه بس حضرتك؟ تعمل ايه؟ شوفوا شغلكوا، اتصرفوا يا سيدي. امال انتوا شغالين معايا ايه؟ وبعدين لو سمحت انا عايز اسمع مزيكا من اللابتوب ده. الحمد لله. ايه ده؟ انت نزلت الترابيزه ليه لو سمحت؟ عشان اشغل اللابتوب. شغل اللابتوب وطلعها تاني فوق بعد اذنك، انا عايز كل الناس تشوف ان انا عندي لابتوب محطوط على ترابيزه ولا رمزي. نعم يا دول. انا عايزك تفضل زي ما انت باللبس الفرعوني ده، والعيال مش اشكال لما يزفوك يلا، لان لما الناس يشوفوا العيال بيجروا ورا واحد لابس فرعوني يقولوا مين ده، يعرفوا ان ده الواد العبيط اللي شغال عندي في البازار. يعني انا بمثانه مدير دعامه واعلانات يعني. بمثانه؟ ايوه بمثانه المدير بتاع الدعامه والاعلانات. منك لله بتقول كلام غريب. الو معلم تيتي. تقابلني في البازار؟ انا ما بقابلش حد في البازار يا معلم، اللي عايز يقابلني يقابلني في الكافيه، هو ده اللوك الجديد. امال ايه؟ وبالمره يبقى كافيه عمل. ايه الاكل ده كله عادي؟ انا كده بطني هتفرقع. يا عم ما تفرقع، ايه المشكله؟ انت عايز يعني تخلي شكلنا وحش قدام المعلم مسخوط اللي هيورد لنا التماثيل؟ لازم يعرف ان احنا اللوك بتاعنا صح. ما كده هيطمع فينا ويفكر ان قرشنا بيطلع بالساهل، ولا غلط؟ لا غلط طبعا. انت بتتكلم ليه؟ سيبنا انا اللي اتكلم معاه. هو انت اللي عامل النيو لوك ولا انا اللي عامل النيو لوك؟ ربما بس يعني ما بسش ولا حاجه. انا بقول لك اهو، يعني انت اللي هتبقى المتحدث الرسمي. ايوه انا اللي هبقى المتكلم الرسمي لكل الناس بتوع البازارات. مساء الفل يا رجاله. اهلا اهلا، ازيك يا معلم مسخوط؟ اهلا وسهلا، منور. تشرب ايه؟ ايه اللي يشرب ايه؟ تاكل ايه يا معلم مسخوط؟ لا 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 لا، لسه دابب عكاوي. خلاص، تحب الف لك مثلا سمكتين بوري تاخدهم معاك في ورقه تاكل العيال في البيت؟ مفيش داعي، نخش في الموضوع. طلبكوا ايه؟ لا عدم المؤاخذه يعني الكلام هيبقى معايا انا، لان انا المتحدث الرسمي باسم كل اصحاب البازارات. يعني انت مش شايف نيو لوك ولا ايه؟ ماشي، بس طلبيه زي اللي مطلوبه دي تمنها ما يقلش عن 70000 جنيه. ايه 70000 جنيه؟ انا جاي نشتري ترمس ولا ايه؟ لو سمحت يعني راعي المنظر وراعي النيو لوك اللي انا عامله ده. طيب يا سيدي ما تزعلش. طب انا عندي طلبيه بس ما بتطلعش الا للغالي، تمنها 100000 جنيه. 100000 جنيه؟ انت كده بتشتمني يا عم. يشتمني انا بس خلص. ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتتكلم ليه بالاولد لوك اللي انت عامله ده؟ هو انت اللي عامل نيو لوك ولا انا؟ لو سمحت ما تتكلمش. راعي منظري. منظرك ايه ده اصلا منظر؟ وبعدين اتفضل
عندك طلبيه تانيه غير الموميه دي؟ ب 150 الف جنيه. 150 الف؟ اه ممكن دي تبقى طلبيه كويسه. خلاص جايين في ال 150 الف دي. جايين في ال 150 الف؟ طب انا بره البيعه دي. سلام عليكم. بقى كده تيتي وبتسرق الفراخ وانت ماشي ماشي ماشي. عموما الطلبيه دي انا هاخدها لوحدي بس على شرط. ايه؟ تعلن لكل اصحاب البازارات في المنطقه ان المعلم عادل سعيد خد طلبيه ب 150 الف جنيه. بس كده؟ بعدين يا رمزي فات شهرين من ساعه النيو زفت اللي انا عامله ده ولغايه دلوقتي مفيش اي حاجه حصلت، وانا صرفت كل فلوسي على النيو لوك وعلى النيو من اللي حواليا دول. امال انا يا دول اقول ايه يا دول؟ ده انا جسمي كله بقى فقاقيع من كتر الطوب اللي العيال الزغنططه بتزقلني بيه. تزقلني بيه؟ انت قديم قوي يالا. ايه الكلمه القديمه دي؟ ما اسمهاش تزقلني يالا، خليك مع النيو لوك يالا. امال اقول ايه يعني؟ يعني تقول الطوب اللي العيال بتشقلطني بيه. اه اللي بتشقلطني بيه هي وراسي يا دولة بقى. اتنين شاي بتوع زمان. ياه رجعنا تاني للشاي بتاع زمان. الحمد لله يا دولة ان احنا لقيناهم اصلا. مالك بتبصلي ليه كده حتة؟ يلا امشي بقى غور من وش عشان انا مخنوق منك من الصبح. انت لسه زعلان مني يا رمزي؟ ايوه زعلان يا حتة عشان بتشوف العيال الصغنططة بتضربني وما بتحش عني. حقك عليا برضه. اه يا دولة بقى. ايه ده؟ ايه دي؟ معقولة؟ معقولة؟ اهلا وسهلا مع حضرتك عادل سعيد زميلك في نيو لوك. زميلي؟ ايوه حضرتك، انا الدفعة اللي بعديك على طول عند ميس ناني الورداني. اه وانت بقى اللي بعدت حتة عشان خاطر ياخد النمرة؟ تصدق ما عرفتكش. لا ما حضرتك انت عارف النيو لوك ده اتجاهات، انا عامل شكل جديد واتجاه جديد في النيو لوك يعني. اه وعامل ايه في النيو لوك؟ والله بعك بعك بعك. حضرتك انا عايز اسالك سؤال مهم جدا. حضرتك يعني ازاي تفوقت يعني مع النيو لوك اللي انت عامله ده يعني؟ ناني دي كانت دفعتي وانطردت من الرابطه. دفعتك وانطردت كمان؟ طب ما دام انطردت بتديني رقمها ليه؟ وانت عايزني اديك مفتاح سر نجاحي؟ يا عم هو سر الارض، انت كده لبستني في الحيطه يا باشمهندس. اه لبستك، واتمنى بقى ان الحيطه تكون طلعت على مقاسك. وانت كمان. ماشي يا رمزي ماشي. طب يا رجاله انا متشكر يعني لمجهودك، والله يعني تعبتكم معايا الفتره اللي فاتت. طب والقبض بتاعنا؟ القبض بتاعكو؟ اه القبض بتاعكو مع الواد رمزي خدوه منه. لا كده مش ستايل كده يا دولة. اي يلا في ايه يلا؟ انت مش خلاص خلصت من موضوع النيو لوك ده؟ العيال بيضربوك تاني ولا ايه؟ ايوه دول عمالين يضربونا دول، وانا مش عايز بقى تقريبا اتعودوا على كده، انا مش عايز احرجهم. يا سلام يا رمزي، طول عمرك قلبك حنين. هاي، ايه ده؟ اولا فين النيو لوك بتاعي؟ وثانيا فين بقيت حسابي؟ الحساب يوم الحساب يا قطه. ايه ده؟ انت هتنصب ولا ايه؟ بصي حضرتك انا خلاص جبت اصلك وفصلك. اول حاجه حضرتك اسمك نعيمه ابو ورده. تاني حاجه حضرتك ساكنه في حاره البوشي المتفرع من ترعه ناهيه بجوار مدافن الصدقه. لا بقول لك ايه، العنوان ده غلط. اولا هي مش مدافن صدقه، دي مدافن زكاه. يا سلام، اهو صدقه زكاه كله بثوابه. لكن بقى حضرتك انا مش مسامحك حتى لو زكيتي على كل الميتين جيرانك. بقول لك ايه، انت ما تعرفنيش. مبروم على مبروم ما يلفش يا اخويا. حسابي هاخده يعني هاخده. ده انا نعيمه ابو ورده. يا استاذه نعيمه حرام عليكي حرام عليكي، ده انت خلاص كنت ضيعتي مستقبلي. ده العيال الزغنطتين كانوا خلاص هيهزقوني. كانوا لسه هيهزقوك؟ امال اللي في وشك ده ايه؟ نيو لوك؟